إذن رقم مقلق جدا، يتحدث هنا عن نحو 800 حالة طلاق تسجل يوميا في المحاكم المغربية، ارتفاع تأكد في الأرقام الخاصة بالطلاق الاتفاقي. ما وراء المعطيات المتداولة؟ ماذا تغير في مفهوم الأسرة في مؤسسة الزواج والميثاق الغليظ كمؤسسة؟ يونس رفيق. اختلف الزوجان في كل شيء، لكنهما اتفقا على الطلاق. فك رابطة الزوجية وتفكك الأسرة يتم بشكل اتفاقي في 80% من حالات الطلاق بالمغرب. دراري صغار هما اللي كيبقاو يعني عرضة للخطر وكيضيعوا في هذه. صراحة ظاهرة يعني لما كانش الشباب لما كانش واثق من نفسه غيتزوج عن قناعة وعن حب قبل ما يتزوج اخويا صراحة. أنا كنتواجد دابا في محكمة الأسرة بسبب أنني باغا نطلق، وأنا مرأة عندي 63 عام و43 عام وأنا مجوجة، والزوج ديالي كان كيخدم نافيغاتور بحار وكيجلس شهور بيركلوا على شهور. طلاق اتفاقي هو فاش كتلتجأ للشخص الآخر كتحاور معاه كتريحو في الطابلة، يعني الشخص الآخر شي هو كيتفهم كيعرفك أنك يعني ما انت ما عندكش هو ما عندوش، يعني بزاف ديال الحوايج كيكونوا كتلتجؤوا لها الطلاق يعني اللي غيقدر يرضي الطرفين بجوج. تختلف اسباب الطلاق من حاله الى اخرى، لكن القاسم المشترك بينهما هو التمثل الخاطئ لمعنى الزواج لدى الزوج كما الزوجه. زمان كانت قاعدتين فقط، ما كانش اكثر، نكمل ديني وندير وليدات. بالتالي هذا الثنائي تغير على المستوى الفكري، بمعنى ان الانسان اليوم اللي كيتزوج ما بقاش بحال والدينا وجدودنا ولا كيتفكر باش يتمتع، لان العقليه الحاليه هي عقليه ليبراليه راسماليه كتنبني على الحريه على الديزير على انني نسافر ندير الطوموبيل ندير الدار كذا. الاشكال هو ان الطرفين معا كيفكروا بنفس الطريقه، لا الزوج ولا الزوجه. اشكال في الثاني فينا هو ملي كنتزوجوا مع مع الاسف حتى هو دخل في اطار الرغبه، ماشي الزواج مسؤوليه، ماشي الزواج انني غنتحمل بناء اسره وتربيه اجيال، لا اش غنربح فيه؟ اش غنتمتع به؟ اغلب حالات الطلاق هي لشباب في مقتبل العمر، بعضهم لم يتم عامه الاول من الزواج، لكن تبعات هذا الانفصال تنعكس على ابناء لم يخططوا لزواج ولم يتفقوا على طلاق.